أوه. اتفضل يا استاذ محمد. أنا شغال نصاب، بيجي لنا الزبون عن طريق وسيط، بنروح بيه الفيلا عند الدكتور ده بيبقى فيه سين بيني وبينه، الدكتور بياخد الزبون بيقطع وريه فلوس، السي سين اللي هو بينه وبينه عشان نعرفه، ايه عشان هي نعرف بعضينا يعني، ايه الكلمة اللي بتقولها له؟ اللي هو احنا بنعرف بعضينا من الكود بتاع التصوير بتاع الفيديو بتاعه. غير الكود، كلمة السر بتاعت اللعيبة. اللي هو الكود بتاع التصوير. لا، ايه؟ الكلمة اللي بتقولها لبعض يا كسومك لما بتيجوا تتكلموا مع بعض، الكلمة اللي بتقولها لبعض عشان تترجموا وتقسموا على الزبون. الدنيا بخير. اه. الدنيا بخير. تمام، خلاص كده فهمنا بعضينا. بيشوف تصويري، بيقول لي في حاجتك، بقول له في الحته الفلانيه مثلا في اللوكسر. بيقول لي طبعا عشان اتحرك معاك على اللوكسر على الحاجه، باخد مثلا مبلغ 500,000 جنيه. تمام. مثلا 500,000 جنيه ده بيجيبه من الراجل اللي هو جايب معايا، الزبون اللي هو جاي معايا. اللي هو الوسيط. اه. الزبون بتاعكو ده اللي هو الوسيط اللي بيعرفكوا على بعض. بالظبط. تمام، بتعملوا معاه ايه بقى الوسيط؟ بيدفع الفلوس، من كان بيدفع الفلوس عند الدكتور ب 500,000 مثلا، وبنطلع انا والدكتور ونروح نقسم له، هو بنقفل له اي حاجه. تقفلوا له يعني ايه؟ يعني مثلا زي ما نقول له الحياه مش كامله، انا في المكان اللي اه. الفلوس لسه ما وصلتش، حصلت مشكله في الطريق. بس الدكتور اسمه ايه؟ الدكتور اسمه هاني الجرحي. الدكتور اسمه هاني الجرحي؟ اه. الفيلا بتاعتك ايه؟ في الشروق. فين في الشروق؟ في الشروق واحد. عارف مكانها بالظبط؟ في الشروق واحد، ايوه عارف مكانها. تمام. الفلوس اللي هناك نظامها ايه؟ بيوروها للناس. انت شفت فلوس عندهم في الفيلا هنا؟ شفت فلوس. اه. قد ايه؟ صندوق دولارات كده. صندوق دولارات. سليم ولا مزور؟ مش عارف والله، اما كان في جردات كده واقفه بعيد، ببص عليها من بعيد كده وما بجربش جنبي. بس.